السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة على رسول الله. باش نحكيوا على التظاهرة أيام الأبواب المفتوحة اللي نظمها المركز البيداغوجي للتربية المختصة بجربة حومة السوق التابعة للاتحاد التونسي لعنة الأشخاص القاصرين ذهنيا بجربة حومة السوق فرح جربة حومة السوق. احنا ننظموا بداية من يوم الجمعة 14 جوان 2013 أيام الأبواب المفتوحة داخل المركز البيداغوجي للتربية المختصة بجربة حومة السوق اللي يقع في نهج علي زليتني ورفض بحبح. التظاهرة هذه باش تدوم لمدة 3 أيام أو بالأحرى 3 أمسيات بين عصر ومغرب، معناها من 4:30 تقريبا حتى للسبعة ونص الثمانية، باش يكون باش نفتحوا أبوابنا أبواب المركز متاعنا للعموم، للمثقفين، للأطفال، للكهول، للشباب، للشيوخ، حتى يجيوا يزورونا باش يشوفوا أولادنا اللي هما قاصرين ذهنيا شكون هما، شنو ينجموا يعملوا وكيفاش ينجموا يتفاعلوا معهم. التظاهرة هذه باش يكون فيها معرض لمنتوجات الوليدات هذوما القاصرين ذهنيا. السلام عليكم. معرض لمنتوجات الوليدات متاعنا القاصرين ذهنيا باش يكون عرض وبيع، ثم باش يكون فيه برنامج تانشيت سي اون انيماسيون دو فول بور فير ديفولي الوليدات متاعنا، باش يكون فيها ايضا العاب مسابقات، باش يكون فيها ورشات، ورشة للرسم، ورشة بور لو ديغيزمون للتنكر، ورشة للطين لأشغال الطين، ورشة للخط العربي، حيث عدة ورشات. هذا باش يكون يوم الجمعة، باش يكون أيضا يوم السبت. لا، بداية من الساعة الأربعة ونص، بداية من الرابعة ونص. ومن كل الأيام. الجمعة والسبت والأحد بداية من الساعة 4:30. يوم الأحد سنختتم أيام الأبواب المفتوحة بالحفل السنوي لوليداتنا هذوما، اللي باش يكون باش يقدموا فيه فقرات من إنتاجهم لوليدات هذوما، فيه رقصات، فيه لوحات تعبيرية، في عدة أشياء. المهم الوليدات القاصرين ذهنيا هم اللي باش يقدموا الحفل من أوله إلى آخره. بالطبيعة أيام الأبواب المفتوحة هذه كما قلت لك احنا حبيناها حتى ننفتح على محيطنا، حتى نتفاعل مع المحيط متاعنا، وحبيناها بالطبيعة بمناسبة اختتام السنة التربوية 2012-2013، وفي نفس الوقت احتفالا بعيد الطفولة اللي طفولتنا لأطفالنا القاصرين ذهنيا هم جزء منها. شكرا.